أسأل الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل من مكة يقول: بعض الشباب إذا نصحته عن خطئه قال: نحن شباب وسوف نتوب إذا صرنا كبارا، فما توجيهكم وكيف نرد على هذه الكلمة؟ هذا الكلام من الشيطان، لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة ويقول: أنا أتوب في المستقبل. وما الذي يدريك أنك تدرك المستقبل؟ وقد تموت في الحال. الله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب، فأولئك يتوب الله عليه. فالواجب المبادرة بالتوبة وعدم التأخير وعدم التسويف، لأن التأخير معه يكون معه التمادي في الذنوب، والتأخير أيضا قد لا تدرك هذا الوقت الذي أخرت التوبة إليه فتموت وأنت غير تائب. نعم.